السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا تكملة لسلسلة الدروس في المقامات. عندنا مقام اليوم، احنا مقام جدا جميل وهو مقام الشهناز، واللي هو من فصيلة مقام الحجاز، احد الافرع المهمة، واللي هو يبدي بالري وينتهي بالري. تشوفون تلاحظوا ياخذ سي بيمول مي بيمول وفا ديز، اللي هو احنا دائما ناكد عليه مكتوب بالشرق هنا، لكنه هو يكون الاصح كتابته هنا ويكون فا ديز، معناته العرضي يكون عرضية الف فا ديز. فعندنا يبدي من الري وينتهي بالري، درجة استقرار ياخذ جنس ري مي فا صول جنس حجاز على الري، الجنس الثاني لا سي دو ري جنس حجاز على اللا. بالنزول عندنا من الري دو سي لا صول عقد نقريز على عقد نقريز على الصول، وراح اسف لكم يا اني مقامات جميلة حلوة، وهذا انتم لازم تعرفون عدة مقامات وليس بس المقامات صابا ونعم وعندو كورك. فيسألني ري مي فا صول لا سي، حلو. بعدين با إذن نكمل ري مي فا صول لا سي دو ري، با ري دو ديز ري ماشي ري دو سي لا صول. راح يصير عندك هنا نقريز، وبالتالي راح يصير عندك صال فا مي ري، رجع الى حجاز الري. واضح اخواني؟ هذا هو يعني انت راح تلاحظون تقولون انه احنا عزفناه مثلا سلم وش راح يستفاد؟ لا، القضية المهمة فيه أنت عزفك أنه هاي الأجناس أنت راح شو تسوي عندك، تخلي عندك عملية تقاسيم كل جزء تركز عليه. طبعا هاي من خلال أنه يكون عندك مدرس حقيقي يعلمك طريقتك شلون أنت تعزف صح من خلال هاي الأجناس تحول عندك إلى تقاسيم. لا 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 لا، يعني علمك بيها. وهاي طبعا كل هاي المقامات حقيقة مفيدة جدا لجماعة الأصوات. تحياتي لكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك، والحب يشترك بالدورة الموسيقية. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.